السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم عندنا تويوتا لاند كروزر بيك أب، طبعا الشاص موديل 2018 وارد الفطيم فل كامل، أكيد محرك بنزين 6 سلندر. عموما أخوان الكرام، سعر السيارة في حدود 151,000 ريال. طبعا السعر لا يشمل الضريبة ولا التسجيل. ناخذ جولة سريعة السيارة، بعدين نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المميزات عن باقي المنافسين، طبعا الوكلاء الثانيين. تعرفون الشخص كل وكيل له ميزات ومواصفات يحطها من رأسه. هذه واجهة السيارة، هذا الشخص الفطيمي، طبعا وارد الإمارات. طبعا في كثير من المزايا الحلوة والجميلة. اعذروني اخوان الكرام، ليومين صوتي تعبان. واول شيء نتكلم عن المحرك اللي هو V6 6 سلندر، طبعا 4000 سي سي بنزين، لهالله 230 حصان. بالنسبة للجير فهو جير عادي 5 سرعات يدوية، نظام الدفع هو الدفع خلفي، دبل خفيف دبل ثقيل، ونظام دوفلوك. مواصفات السيارة الخارجية، أول شيء نتكلم عن مقدمة السيارة. وزي ما تشوفون عندكم الونش الواير اللي هو يسحب السيارة أو يسحب السيارة نفسها في حالة لا قدر الله غرزت، في حالة تعلقت إلى آخره. وعندكم الشبك حق الذكرى حقت موديل 85، وزي ما تشوفون هذا هو. عندكم تمثال تويوتا على غطاء المحرك او الكبوت، وعندكم النياكل اللي على زوايا السياره والال اي دي، زي ما تشوفون الال اي دي الخط هذا، وكشافات الضباب طبعا، والجنوط الومنيوم مقاس 16 انش. هذه هي زي ما تشوفونها، الرفارف الجانبيه اللي على الرفارف طبعا الأمامية والرفارف الخلفية. وعندكم خط جانبي زي ما تشوفون، هذا خط الشاص الفطيمي. وعندكم الزيق اللي عفوا او الفيبر اللي على الباب، والوطاية الألمنيوم الجانبية، والمرايا كروم، مقابض الأبواب كروم، وبرضه غطاء او غط يعني يسمونه غطاء الهوايات الجانبية كروم. طبعا تنكيان السيارة، هذا الرفرف الخلفي. ونروح الى خلف السياره. اول شيء نتكلم اللي بالحوض، طبعا زي ما تشوفون عندكم سبير سياره عليه غطاء فيبر لحمايته، وبرضه فيها ميزه فيها ال اي دي نشغله. بسم الله. طبعا برضو عندكم بالحوض الشاص الفطيمي حاط لك ال اي دي انارات، لكن في البار او شيء يعني تعطيك اناره في حال تبغى تحط بالسياره شيء، تبغى تجلس بالحوض الى اخره، من الاشياء المهمه بالنسبه لك. عندكم 4 حساسات خلفيه، وهذه الميزه فقط موجوده بالفطيمي، الحساسات الموجوده على الصدام الخلفي في الزوايا، وما شاء الله متناسق، مو متناسق، هي مصمم الشاص متناسق، يقول يعني ترهيم ابوك اي كلام، لكن هذه زي ما تشوفون للشاص. وعندكم الهوك الخلفي والكاميرا الخلفيه، طبعا كاميرا تبو جميله وعبد العطيف جميل، وكل تويوتا في المملكه العربيه السعوديه نفس الكاميرا هذه تقريبا شبيهه فيها، لكن جايه هنا في الحوض. عندكم كشاف الضباب الخلفي، هذا هو. حتى اللوحه حقت السياره تجيكم، او قاعده اللوحه تجي مختلفه عن باقي الوكلاء، لازم تشوفون بارزه فيها لمبتين. نروح الى بطاقة الوقود ونتكلم. طبعا السيارة صرفيتها عالية جدا، ما يحتاج الشاص معروف، تويوتا لاند كروزر بيك اب غمارة دفع رباعي 4.0 سنة الموديل 2018، كل لتر بنزين تمشيك 7.7. تقييم السيارة اكيد سيء جدا. سيارة من الداخل، هذه هي، هذا الشاص الفطيمي حتى المقاعد، موتور الهواء زي ما تشوفون هنا، وعندكم الثلاجة برضو موجودة. ونطلع فوق نطلع السيارة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. بسم الله. هنا الإنارة
نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة. طبعا أخوة الكرام، مواصفات السيارة الداخلية تكلمنا عن مقاعد المخمل زي ما تشوفون، طبعا المقاعد السائق والراكب حتى الأبواب فيها مخمل زي ما تشوفون هنا. عندكم تخشيب الفور ميكا على الأبواب، على الطبلون، على الدركسون موجودة. طبعا عندكم على التكييف، إطارات التكييف زي ما تشوفون باللون الرصاصي فور ميكا رصاصية. من هنا تشغل كومبريسر الهواء، مراية كهربائية، طفي الثلاجة وتشغلها من هنا. وعندكم هنا اللد الخلفي اللي وريت لكم اللي بالحوض، طفي وتشغله من هنا. تخشيب الدركسون، وأنا هذا عدد السيارة زي ما تشوفون. عندكم هنا التانك الأساسي، التانك الإضافي، درجة الحرارة طبعا، والبطارية. الفطيم أحد ميزاته أن الشاشة غير مربوطة بالمسجل، الشاشة الحال والمسجل الحال، تعتبر ميزة خاصة لأصحاب البر، إنه ما يبغى الشاشة تكون موصولة مع المسجل، يبغى يتحكم الحالة، المسجل يبغى الحالة، تعرفون يعني إذا كان نافيجيشن ومسجل بنفس الوقت يكون صعب شوي، إذا حاب يتسمع شيء مثلا يكون النافيجيشن شغال إلى آخره. فهذه الميزة بالفطيمي، حتى شاشة العرض زي ما تشوفون على الطور، إذا كان السائق يسوق السيارة بس يناظر نظرة خفيفة بدل ما ينزل عينه على الشاشة أو على المسجل، فتكون الشاشة هذه أفضل للرؤية. طبعا فيها كاميرا خلفية، فيها نافيجيشن، ولا ذاكرة، عندكم الأشياء الأساسية طبعا، حتى فيها بلوتوث، فيها كل شيء مهم بالنسبة للسائق. عندكم مسجل سي دي مع مدخل طبعا USB وX برضو موجود. المكيف يدوي بنفس الشكل الكلاسيكي السابق، إلى الآن ما في أي تغيير. الفليشر صار هنا بدل ما يكون من هنا، بسبب أن الشاشة طلعوها فوق، يعني حطوا ركبوا شاشة ونزلوا هذا تحت. عندكم تراكشن، عندكم التانكي الإضافي تشغله من هنا. حاملة أكواب طبعا ما شاء الله، فيها برضو منفذ طاقة، وعندكم طفاية دخان وانتم كرام وولاعته هذه. عندكم طبعا يد الونش او ريموت الونش هذا، وهذه البلاستيكات او هذه تمشي السيارة لا غرزت تساعدك في الخروج. طبعا السيارة على المستوى الخارجي انا اشوف بس نقصها شغلتين على البرايمي، اللي هي الازياق اللي على الابواب اللي تكون كروم، والاشارات المرايه، لكن باقي الحاجات اساسيه. لكن عندنا السعودي تلبيسه الحوض، فالسعودي مميز انه في تلبيسه حوض. لكن على المستوى الداخلي ما شاء الله تقريبا فيها كل المواصفات موجوده. فيها شيء ناقص اللي هو الريموت، عفوا الانتل، او الانتل حق السياره هنا يدوي، هنا يدوي تحركه ترفع بيدك. اما بالسعودي والبرايمي يجي طبعا لهالله كهربائي، ترفع وتنزله من هنا. عندكم الريست حق الكفرات من هنا، حساس كفرات، وعندكم الدفلوك هذا زره. هذه ابرز المواصفات الموجوده بالسياره. طبعا الشماسات، فقط شماسات، في مرايه عند الراكب فقط، حتى ما في نار، ما في اي شيء. مواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد ثلاث أحزمة أمان. هذه مواصفات السيارة. سيارة تصرف بنزين ما في كلام، لكن السيارة أخوان الكرام ما هي أنا أخذها نشتريها، ما يشتريها عشان يقعد يدلع فيها والله بعبي ما مودي بمشي فيها ما ودي تصرف بنزين. هذه السيارة تعطيك مقابل، بمقابل سعر وصرفية بنزين، يعني هذا عيبه معروف، المقابل انها تتحمل تشتغل في البر ما توقف. فهذه نقطة الشاص الربع، ان هذه ميزة السيارة، صحيح تشرب بنزين، صحيح شكلها قبيح مثلا من بعض الناس، انا بالنسبة لي شكلها جميل كسيارة كلاسيكية، اشوفها كان يشوف المرسيدس الجي 55، كان يشوف الرنج اوف عفوا لاند روفر الديفندر، هذه السيارة زي كذا من نفس النوعيات هذه. ليش ما حد يقول والله المرسيدس قبيح؟ ليش الناس تتكلم عن التويوتا مثلا والله انها قبيح؟ لانها ممكن اكثر شعبية ومنتشر وبس يعني، وسعره برضه رخيص على عبر الذوق. ذاكر الديفندر سعره من 300,000 وما في مواصفات، الشاص اعلى منه مواصفات. اما الجي 55 ما شاء الله مواصفات طياره، وسعره 700,000 600,000 والله اعلم. طبعا اخوان الكرام طولت عليكم بالفيديو، لا تنسوا اخوان الكرام تحميل تطبيق معرض مدين جوالك ايفون او اندرويد، تقدر تحمل التطبيق بمجرد تدخل على متجر جوالك تبحث عن معرض مدين تلقاه موجود، حمل التطبيق. وبالنسبة تضيفوني حسابي بستراب شات، صراحة ما
سناب شات بدأ يتعب يعني، ما عاد في زي أول مثل ما شاء الله متابعين يعني، بيوم وليلة كان عندي 27-28 ألف ما شاء الله يوصلون، فجأة ثاني يوم 15 ألف ما أدري إيش السالفة. عموما أخواني الكرام، لا تنسون ضغط على حساب سناب شات تويتر، ولا تنسون تفعيل زر الاشتراك على اليوتيوب، وبرضه زر التنبيه إذا جاء أي شيء جديد في القناة يوصلك طبعا إشعار، وبرضه لا تنسون دعم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.